أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. احتفى مجموعة من السعوديات المبتعثات في أيرلندا تحديدا في دبلن باليوم الوطني بطريقة مميزة ومختلفة. كيف قاموا بتصوير فيلم ظهروا فيه وهم بيسألوا المارة في الشوارع عن العادات السعودية، وطبعا يلي ذلك أنهم أعطوهم ورد أبيض وأعطوهم بعض المعلومات عن المملكة. تم تصوير هذا الفيلم وعرضه بالملحقية وحضروا أكثر من 600 شخص. احنا الفيلم مدة 12 دقيقة، حنعرض هذه الدقيقتين ثم نعود لبدء الحوار. خلينا نشوفه سوا. السلام عليكم، احنا مجموعة طالبات مبتعثات في دولة ايرلندا تحديدا في مدينة دبلن. كلنا نعرف انه واحد الميزان 23 سبتمبر هو اليوم الوطني. طبعا بمناسبة ده اليوم احنا حنعمل شوية كذا بروجرامينج، ان احنا نسأل الناس عن اسئلة ونشوف مدى معرفتهم ببلدنا اللي هي السعودية. يلا نبدأ. كل عام وطننا بخير. Do you know Saudi Arabia? Yeah. Saudi Arabia. I know a lot of people go there for like tour. Yeah. Okay. I don't know a lot about Saudi Arabia, but you don't know anything about Saudi Arabia? You didn't hear anything about Saudi Arabia? No. Okay. I know where it is. You don't know where it is exactly? I know where it is, exactly. Okay. And a lot of my friends are Saudi Arabia. I just know Assalamu alaikum. That's all? No idea. Oh, really? Yeah, I have no idea. No, I'm sorry. Someone else. Okay. Sorry? Yes? Saudi Arabia, that's an Islamic country. I'm originally from Afghanistan. I'm living here. And I respect Saudi Arabia. Nice. Because that our Prophet Muhammad, he was from Saudi Arabia. Saudi Arabia, it's a very historic country. All the Muslims go there for their annual pilgrimage. Yeah? Yeah. I heard it's a beautiful country. Uh-huh. It's Islamic. Yeah. Serbia is, I know about Hajj. But the traditional way or history or just normal? Anything about Saudi Arabia. I mean, like if the first is called Hajj. Mecca, Medina. Mecca, Medina. And then petrol. Uh-huh. Saudi Arabia is a very large oil producing country. And then the money. الحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم معنا الآن عبر الهاتف المبتعثة تسنيم سفر. يسعد مساك يا تسنيم. مساك أو صباحك؟ أهلاً، يسعد مساك. عندنا مساء، عندكم مساء و 12 دقيقة بالضبط. طب كويس، يعني ما غلطنا. يعطيك ألف عافية تسنيم. أول شيء أهنيكم على هذا الفيلم. إحنا ما شفنا إلا دقيقتين، بانتظار نشوف ال 12 دقيقة الكاملة. أكيد حيكون في مفاجآت فيها وأشياء حلوة، بس خليني أبدأ معاك من البداية تماما. إيش الهدف من هذا الفيلم؟ هذا مجهود، وأكيد وراء كل مجهود في هدف. إيش هدفكم؟ أولا هذا الفكرة كانت فكرة نادي السعودي في دبلن، كان من جهة الطالبات. شاركني في العمل الأخت سمر بشمير وملاك مهباري وهبة هوساوي. كانت فكرتنا وهدفنا أن احنا ننزل في الشارع بطريقة ارتجالية ونسأل يعني مقيمين أو نفس الإيرلنديين أو طلاب سواء أجانب أو خليجيين أو عرب عن معرفتهم أو مدى معرفتهم بالسعودية ونشوف إيش يعرفوا يعني من ثقافاتنا أو من عاداتنا. فزي ما أنتم شايفين في بعضهم يعرفوا عن السعودية وفي بعضهم نهائي ما يعرفوا ولا شيء. كان الموضوع جدا مضحك، يعني انه ولا اي معلومة، يعني لدرجة انه لا لغة ولا ديانة ولا فين مكانها حتى. وكان في ختام الفيديو هذا انه احنا بنعطيهم الورد كهدية او شكر منهم انه قدرنا نطلع يعني هذا الفيديو. ومع الورد هذا كان في بطايق فيها شوية معلومات عن المملكة، جدا معلومات محدودة. ايش المعلومات يعني اللي كنتوا حريصين انه توصلوها؟
المعلومات كان اللي هو يوم الوطني متى بالضبط وإيش هو اليوم الوطني اللي هو تحديدا هذا اليوم إيش هو تعريفه ومكانها واللغة الأساسية وموحد المملكة الملك عبد العزيز وكمان كان في موقعها والديانة. طيب هذه أهم المعلومات اللي كانت موجودة في البطاقة. طيب الناس اللي كانوا بيعرفوا بعض المعلومات طبعا احنا شفنا جزء أكيد الفيلم في مجموعة أكبر من الناس اللي سألتوهم أيوة اللي كانوا بيعرفوا كان مدته 19 دقيقة تقريبا 12 دقيقة أوكي هو مدته أساسا كان 19 دقيقة بس احنا طبعا بعد التقطيع اللي صار يعني نعم. مضحكة جدا وفي كثير طب ليه يعني بالعكس حطيته خلي الناس تشوف العفوية يعني ممكن في ناس ردود حطينا أشياء أغرب ردة فعل كانت اثنين كان جدا متحمس في البداية يعني أنا حسيت أنه يعرف أشياء كثير عن السعودية فلما بدأت أتكلم معه أول سؤال سألت يعني إيش تعرف عن السعودية فهو زي اللي فجأة فقد الذاكرة يعني هو قال لك انه هو بيعرف الكثير وبعدين فجأة ما بيعرف صار؟ لا من حماسه في البداية انه قلنا له نحن بنصور وحنسألك أسئلة عن السعودية وكذا وانه رحب فينا اوكي لما سألنا زي انه فجأة نسي كل حاجة فأنا يعني كنت واقفة مظلومة فقلت له يعني قول أي حاجة فشوية كده انه زي استرجع الذاكرة بعدين انه ساعدنا انه موقعها فين وزي كده تمام وواحدة ثانية هي روسية هذه جدا يعني كان أكثر موقف مضحك بالنسبة لي حاجة بعد ما خلصت معاها وكل شيء مشيت وتركتني قلت فرجعت قلت لها إنه أنت مو اتفقتي معاي إنه تصور الفيديو فقالت لي أوكي ومدري طبعا لغتها جدا ركيكة فبعد يعني عذاب حاولت أفهمها وتفهمنا وكل حاجة فبعطيها الوردة وديتها فبقول لها هذه شوية معلومات عن السعودية طيب. فبتقول لي شكرا وابني هنا بيشتغل له 3 سنين في ايرلندا وكذا فانا طبعا زي مصدومة انه لا انا بتكلم عن السعودية مو ايرلندا فهذا كان اكثر موقف يعني احنا خلاص يعني طيب. جد مرة كنا بنضحك بطريقة تمام طيب انتوا تسنيم عرضتوا هذا الفيلم في الملحقيه وحضروا اذا انا ماني غلطانه حوالي 600 بالضبط. او اكثر من 600 شخص ردت او فعل الجمهور مع هذا العرض ايش كان رايهم كان عرض في حفل النادي السعودي كان عامله يوم الخميس الماضي يوم 25 وطبعا رئيس النادي كان حريص جدا انه الفيلم يعني الفيديو ما يطلع ابدا ولا في اي قناه ولا في السوشيال ميديا ولا شيء لحد ما ينعرض في اليوم الوطني كان بحضور السفير المملكه وكان بحضور الملحق الثقافي في دبلن وكان تقريبا عدد الحضور 600 ما بين طلاب وطالبات سعوديين وسعوديات وخليجيين كان فيه وكان في دكاتره ومدعوين من الطلبه السعوديين وكان في اجانب يعني اصحاب الطلبه برضو اندعوا في الحفل تمام طيب انتوا تسنيم انت ومجموعه المبتعثات اللي قاموا بتحضير هذا الفيلم حسيتوا انه نشاطات من هذه النشاطات او من هذا النوع ممكن تعكس صوره عن ثقافة أو مجتمع بأكمل الصورة أنا بتكلم من أو يعني بحدد كلامي من الناحية الإيجابية طبعا هل ممكن هذا الشيء يغير وجهة نظر معينة؟ أكيد طبعا هذا الفيديو أو هذا العمل كان يعني جزء بسيط جدا في أشياء تانية إحنا بنعملها في داخل معاهدنا اللي بيعملون إن إحنا يوم عربي يوم للعرب بيعملون يوم للسعودية طبعا على حد علم إنه إحنا أكبر مجموعة طلبة خليجيين موجودة يعني عدد السعوديين هنا في إيرلندا تمام وفي كثيرين يعني طلاب الأجانب يعرفوا عننا بحكم احتكاكهم بالطلبة في الجامعة أو في المعهد
بس نفس الإيرلنديين ممكن معلوماتهم يعني مو مرة يعني إلا إذا يعرف شخص أو احتك بشخص سعودي أو عربي. تمام تسليم. طبعاً بتعكس عاداتنا وثقافتنا، وفي طلاب أجانب كتير حابين إنه يتقربوا مننا ويعرفوا عننا، وكانوا في الحفل جداً مبسوطين بالحفل، جداً مبسوطين بلبسنا إحنا التقليدي، وفي كم بنت كانت لابسة عباية وكانت لابسة توب، فكانوا يعني مبسوطين جداً في الحفل. تسنيم يعطيك ألف عافية، وأكيد يمكن مر عليه كم يوم الموضوع، لكن برضو مرة ثانية أقول لك كل عام وإنتي بألف خير، وكل المبتعثين، وعلى فكرة في منهم خير. أصدقاء لي، كل المبتعثين بألف ألف خير. يعطيك ألف عافية، شكرا لتواصلك مع سيدتي. وإنت بألف خير يا رب، وكل سنة طيبين بهذه الأيام الفضيلة يا رب. بإذن الله، شكرا لك. إذا مشاهدي الكرام، إحنا بعد ما تعرفنا على مظاهر الاحتفال في دبلن على أو بالنسبة لليوم الوطني، خلينا نشوف كيف كانت مظاهر الاحتفال أو كيف احتفلت وزارة الثقافة والإعلام باليوم الوطني من خلال هذا التقرير، نشوفه سوا. نظم النادي الأدبي في جدة يوم الثلاثاء الماضي فعاليات الاحتفال باليوم الوطني بالشراكة مع وكالة الشؤون الثقافية بوزارة الثقافة والإعلام ضمن الاحتفالات الوزارية والثقافية في مختلف مدن المملكة لتوجيه من معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة. ويأتي ذلك بمناسبة اليوم الوطني 84 للمملكة العربية السعودية. تضمنت الفعاليات مشاركات متنوعة من بينها كلمة الوزارة التي هنأت خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وكافة أفراد الشعب السعودي، بالإضافة لإقامة معرض فني بمشاركة عدد من الفنانين والفنانات، كما تم عرض مسرحية للأطفال وأوبريت وطني ومشاركات فنية وثقافية من مختلف النجوم. لبرنامج سيدتي غادة الشاطبي جدا. مشاهدينا الكرام، احنا ما زلنا في نفس الاجواء واحتفالات اليوم الوطني لكن بطريقه مختلفه هذه المره ايضا، حيث حنتكلم عن احتفال بمناسبه اليوم الوطني من خلال ماراثون دراجتي اللي جمع اكثر من 500 دراجه هوائيه جابت شوارع الرياض. خلينا نشوف التقرير ثم نعود. صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض إشارة بدء فعاليات ماراثون دراجة المقامة ضمن فعاليات احتفالات اليوم الوطني 84 بمدينة الرياض. شارك في ماراثون دراجة أكثر من 500 دراجة هوائية من داخل وخارج المملكة ومن جميع الجنسيات والفئات العمرية، حيث تبلغ مسافة الماراثون 15 كيلومتر. الماراثون انطلق اليوم من برج المملكة الساعة تقريبا 4:30، كان عبارة عن رقم 84، وهي 84 يمثل ذكرى اليوم الوطني 84 على تأسيس المملكة. الحمد لله المسيرة كانت ناجحة في شتى المقاييس، عدد المشاركين فاق 600 مشارك، كانت متوقعين 500، الحمد لله صار العدد أغلب من 600 مشارك. عندنا ضيوف ما شاء الله جونا من دول الخليج، شارك في جميع الجنسيات وجميع الفئات العمرية. الحمد لله انطلق الماراثون بفضل الله ثم بجهود الأعضاء على أكمل وجه وبدعم من الجهات الأمنية. بدأت الانطلاقة من برج المملكة الواقع على طريق العليا، وكانت هناك مسيرة ورسم على شكل رقم 84 بالدراجات الهوائية. تهدف الرحلة إلى السير على درب المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه ورفاقه رحمهم الله، خلال توحيده وتأسيسه المملكة العربية السعودية قبل 84 عاماً. We'll be right back.
جميلة الاحتفالات هذه السنة جاءت كلها مميزة وغريبة زي ما قلنا في المقدمة. بعض الناس احتفلوا بقاع البحر، بعض الناس احتفلوا بقمة أو قمم الجبال، وبعض الناس احتفلوا من خلال اللي بالغربة طبعا اللي كنا معهم عبر الهاتف الآن، احتفلوا بتوزيع الورود وتبادل المعرفة عن الأوطان، والآن طبعا الماراثون، ماراثون دراجتي. وجميل الاحتفال باليوم الوطني بطريقة مبتكرة مبدعة ما فيها أي مشاكل على أي الأشخاص الآخرين أو إزعاج لأي أشخاص آخرين أو الناس بشكل عام. فإحنا بالعكس نشجع مثل هذا النوع من الاحتفالات اللي يعني بتمثل ثقافة، تعكس ثقافة الشعب بأكمله لدى الآخرين. عموما إحنا ما زالت فقراتنا بسيدتي مستمرة، ولكن بعد هذا الفصل القصير خليكم معنا. سيدتي نت معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي ومجلة لكم ومعكم كل لحظة. في سيدتي بعد الفاصل، ختام مميز لمبادرة عمار وتتويج أفضل 10 مبدعين بالمملكة.